تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أقامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية معسكر الأطفال. نعم، وخلال زيارته للمعسكر الصيفي أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اهتمام سمو الشيخ ناصر بتقديم البرامج والأنشطة التي من شأنها توفير البيئة الخصبة لجميع أفراد العائلة وتكسبهم العديد من المهارات من أجل صقل الشخصية وتطوير الذات واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وبين سعادته حرص المؤسسة على استغلال الإجازات والمواسم الاجتماعية لتطوير شخصيات منتسبيها والعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم انطلاقا من الرعاية الاجتماعية والتمكين المجتمعي لصقل مهاراتهم وأكسابهم القيم والعلم والفائدة. بالنسبة لأهمية البرامج، أهم شيء أنا أقول إدخال السعادة في قلوب هالفئة الهامة في المجتمع وإعطاهم الاستقرار النفسي، هاي شيء مهم جدا. وأيضا بالنسبة للمجتمع إحنا نقول لهم أن الأيتام هم أبنائكم، إحنا علينا مسؤولية أن نقدم الدعم اللي تقدمونه لهم بأسلوب راقي نضمن حياتهم المعيشية التعليمية الصحية بما في ذلك الترفيه والسعادة. عندنا النشاط الصيفي هالسنة يتميز في أنه يشمل كثير من المجالات والبرامج الأكاديمية. عندنا أكاديمية الأطفال 130 من منتسبي المؤسسة يشاركون في هذا النشاط المميز. الحمد لله رب العالمين، الأكاديمية مبنية على القيم في البداية، ونحاول كثر ما نقدر في خلال هذه الأكاديمية أن احنا نحقق الهدف الاستراتيجي عندنا وتمكين وتدريب وتطوير الطلبة ومنتسبي المؤسسة.